السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من محطة كوبري الليمون بالقاهرة نتحدث التاريخ 26 نوفمبر 2019. الحدث عمل تقرير عن محطة كوبري الليمون بالقاهرة. المحطة ينطلق منها قطار القاهرة المنصورة وتستقبل القطار القادم من المنصورة. على سبيل المثال، أول قطار ينطلق من المنصورة الساعة 5 صباحا، يصل إلى محطة كوبري الليمون الساعة 9:35 صباحا، لأنه قطار عادي. أما القطار السريع ينطلق من المنصورة الساعة 7:10، يصل محطة كوبري الليمون الساعة 10:30. محطة كوبري الليمون لها تاريخ، حيث كانت تحيط بها الحدائق من كل جانب، وكان يزرع بهذه الحدائق شجيرات الليمون وغيرها. المحطة الحالية تم تطويرها، وتوجد بوابات الأمان يمر بها من يريد أن يركب القطارات من هذه المحطة ومن غيرها. ما زلنا في محطة كوبري الليمون. المبنى الإداري لمحطة كوبري الليمون.